تاني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الصلاة والسلام على رسول الله. بنقول لكم الهدهد عن قرب اهو، هنا بنحاول ننقل الهدهد عن قرب، اقترب منا اهو. طبعا الدجاج عمل مفعول معاه، وادي الهدهد التصوير بتاعه عن قرب اهو، كيف ينقر الارض بمنقاره، كيف ليس له لقد يدين وسوء قدمين ولكن يتناول بمنقاره. شوف الهدهد البديع سبحانه وتعالى، آية من آيات الله، نوع من الطيور، طائر سبحانه وتعالى. شوف طبعا الدجاج عمل هجوم عنده، طبعا خلينا احنا مع الدجاج اهو، عمل هجوم فيعني ايه بيخشى الهدهد. المهم ايه، قاعد في جنب اهو وبينقر الايه الاتربة، يخرج منها الديدان. طبعا بيحاول يقترب، انه ايه الدجاج عمل طرد، احنا بنحاول ايه وبيقترب منه اهو. وهذا الهدهد، وهذا الهدهد، وهذا الهدهد، آية من آيات الله في سورة النمل، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة النملة مع سيدنا سليمان وخطبها لقومها. الهدهد كان له شأن أعظم كمان، يعني شوف سيدنا سليمان تعجب من خطاب النمل، النملة ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لا، الهدهد كان له شأن أعظم، لأنه دخل في التوحيد نفسه، كأن كل شيء في سبحانه وتعالى زي ما بيقول ومن شأن لو سبح بحمده ولكن لا تفقهون سبحهم. فعلا هنا الهدهد اهوت، سبحان الله سبحان الله. شوف 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 لو فعلا لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيره تغدو خماصا وتروح بطانه. في اللي عاوز يتعلم الحياه، اللي عاوز يعلم ويربي اهو، كل شيء انشاء مش مكلفه بالدين ولا بالدعوه، ولكن شوف 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 يعلم ان الله حق ويعلم ان لا اله الا الله ويؤدي ما عليه ويسعى في الحياه. يا ريت كنا نتعلم السعي في الحياه من هذا اهو. اهو شوف الهدهد، طبعا الدواجن جت تشاركه في المخلفات. هنا ايه السعي بتاعه، بينقر يجيب الايه الاتربة. وشوفوا برضو الايه التناغم بين الطيور، يعني عشان في ان دي طيور اهوت، طيور طبعا عامله هجوم على الاتربه اهي. فاحنا طبعا خلينا مع الهدهد، لان الهدهد ده فريد، الطيور اهي موجوده على طول. طبعا عملت هجوم على المنطقه بتاعته، فبيحاول يبتعد خوفا من الطيور، بتناغم بس طبعا في حرص وفي حذر اهو. هذا الهدهد عن قرب، الهدهد طائر فريد غالبا احنا ما بنشوفوش او الناس ما بتتابعوش كثير. هذا الهدهد المذكور في القران، يا سلام، يكفي انه مذكور، انه مذكور في القران. خلقه الرحمن وكان آية للتوحيد إلى يوم القيامة، في كتاب الرحمن عز وجل أهو، قرآن يتلى ونتعبد بتلاوته للرحمن، أنه مثال للتوحيد والإيمان. وعاب على الإنسان أنه إيه يعبد غير الرحمن، عاب على بني الإنسان أنه يتوجه إلى غير الرحمن. شفت بقى، فالهدهد له شأن عظيم أهو. هذا الهدهد طبعا هو محتار مع الـ مع الايه، بيحذر نقر الديكه والفراخ اهو اهو. شوف شوف الجمال، شوفوا له جمال طبيعي، جمال رباني. انظروا الهدهد، انظروا التركيز بتاعه، الجمال بتاع العرف بتاعه. ما زلنا مع الهدهد، ما زلنا مع الهدهد. ابتعد عن مشغبات الايه، ابتعد مشغبات الافراخ اهو. ما زلنا مع الهدهد، ما زلنا مع الهدهد اهو. طبعا بيلتقط الحشرات والديدان، هو ده الطعام بتاعه اهو. شوفوا انظروا، بيبحث عن الايه دقة النظر بتاعه، بيبحث عن الديدان ويدخل منقاره.
سبحان الله، ايه قعد سبحانه اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. شوف احنا ما بنعرفش ناكل من الجحار، بيمد منقاره في الجحار وياتي بايه. طبعا دي معناه معاه وسيله لايه، لادخال اهي معاه المنقار، يستطيع ايه ان يفعل ما لا يفعله انسان. يبقى فعلا سبح اسم ربك الاعلى زي ما قال ربنا، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فسبحانه اعطى كل شيء صفات الحياه واحده، ولكن الوسائل تختلف. شوف وسيلته هو لا بيطبخ ولا بيسوي الطعام، ولكن هو بيجيب طعامه من الحشرات، ومنها تنظيف البيئه والتعاون البيئي التكامل البيئي. طبعا الدجاج عماله تيجي تشاركه، الدجاج هنا عمل لنا اشكال اهو، عمال بقى ينخر ويبحث عن ديدان برضه بيشتركوا في الطعام، هو نفس الشيء اهو. ولكن خلينا مع الهدهد اهو، ما زلنا مع صاحبنا الهدهد الذي لقن الانسان درس التوحيد، وهاب على الانسان انه يعبد الشمس من دون الله، ان يعبد الشمس من الشمس من دون الله، يعبد الشمس من دون الله. فعاب عليه الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. فعلا صدق الله العظيم، وان من شيء يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم. فده درس التوحيد وإمامة التوحيد اهو. الله الله الله، شوف الجمال، شوف الحيوان النشاط، شوف الكسل اللي احنا فيه بقى، شوف شوف انظروا كيف يأتي بالايه بطعامه من بين الحجارة ومن بين المواد الصلبة المباني اهي. انظروا انظروا السبات بتاعه، طبعا هو بيبص لنا وبيسجل ايه ان احنا بنسجله اهو. الله 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 الله، شوف الجمال، شوف 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 شوف. الله 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 الله، انظر انظر، look at this hudhud، look at this hudhud، انه يرانا كما راه. ركز معانا، طبعا انتصف النهار وبنسمع ايات الله تتلى قبل صلاه الظهر. الهدهد اهو، هذا هو الهدهد. الهدهد الثاني سابنا ومشي، لا ده في هدهد تاني، الهدهد الثاني اهو، ادي ما زلنا مع الهدهد، ادي هدهد اهو. هدهدين، الهدهدين اهم جايين في الصورة بيلتقطوا، طبعا دي استخفى بين ال اهو. وده الهدهد هنا بينكر، شوف انتبه الهدهد التاني طبعا متخفف اللي على الغاب تحت برضو، الاتنين اشتغلوا مع بعض هم. الهدهد صاحبنا التالت، نيجي لصاحبنا التالت اهو، بقوا ثلاثة هدايد، التالت مازال في الركن بيبحث اهو. هذا هذا الهدهد، هذا الهدهد الثالث، عن قرب اهو، عن قرب عن قرب عن قرب عن قرب. الله 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 الله، عن قرب عن قرب عن قرب. هذا صاحبنا الهدهد، واعظ الانسان ومعاتب الانسان ومعظ الانسان الى الرحمن الذي حج الانسان. صاحبنا الهدهد بيتناول الغذاء ويتناول طعامه اهو. يا سلام، تمتع تمتع وشوف وتعلم، بص وشوف وتعلم، بص وشوف وتعلم. Look at the hudhud، it's work very work very hard، it's work very hard to eat، work very hard work to eat اهو. شوف شوف الظهرية، شوف شوف بيعدي بقى، بيمشي المسافات مع انه بيطير. شوف بينظر لنا، بينظر للطعام والشراب، متعة الهدهد. بص واتمتع وصلي على النبي، عاوزة ايه؟ ها؟ ما تستني بصور، انت لازم تطلعي، سيبه بيصور الهدهد يا جماعة، تعالنا حيادي خليهم يجوا يا بنتي، تعالوا بقى سيبيهم. لا بعد ما ضيعت لنا الكاميرا، يلا شايف الهدهد جنبي اهو. هذا هو الهدهد، يا سلام.
فيديو هدهد ما نزلش، بس انت طردتيهم ليه؟ يا مين تعني حياتي؟ الله برضه مفيش فايده. الهدهد مستقر لسه، مش مصدق. هذا هو الهدهد اهو، الهدهد ما زال طبعا ايه حذر، بتستعد لل اهو انزعج، رجع تاني من التشيكن والتشيكن ذهب، بدأ يمارس حياته الطبيعية تاني اهو.